السلام عليكم كنتمنى كلكم تكونوا بخير وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وما تنساوش لايك وتعليق على القصه دخل للدار مع أوكي وكيتسلت باش حتى شي واحد ما يشوفه ولكن لسوء الحظ ديالو ماما كانت كتسناه وغير حط رجلو في الدار وهي تشعل الضو هو يقول سفيان علاش بقى منعزتيش؟ قالت له مو عائشة أفين كنتي حتى لهذا الوقت الساعة قربت تولي وانت عاد راجع أدوي هذاك المسخوط فين كنت سفيان قال راه قلت ليك غادي المهرجان وما كنتش عارفه غادي تعطل حتى لهذا الوقت قالت عائشة وما قدرتيش تعيط ولا لقيتيها سبا سفيان قال الليل هذا الوالده سيري صبحي على خير شديتهم من الكول ديالو وهي تقول اجي لهنا اليوم نفضيو هاد القضيه ديال الطاطا بغات تجردي اللي عارفه هي لمش حتى عرف باللي ولدو ما داخل حتى لهذا الوقت غادي يمشي فيها والمصيبه هي انها من الصباح وهي كتضرك عليه وفي الاخر بغديه ديه لي ويلا جراتو حتى وقفات قدامها رونق بشرتها سمراء وشعرها قهوي كيدفوا عليها واحد الغموض بالرغم من انها نيه ودغية كتفهمها وشدات العائشه يديها وقالت عافاك خالتي بلا ما تجبدي ليه الصداع راه انا اللي خديت له التليفون دياله عافاك خالتي حلا قبلي سفيان تعصب هو يقول لها ما تدخليش انت بيناتنا كتحاول رونق ما تسمحش لهضرتو تاثر عليها وقالت اسمح لي اللي خديت ليك التليفون سفيان قال واش ما عندك نفس واش كنقول تفرقي عليا وما تبقاش تدخلي فيا وانتي كيف اللصقة تلقات عائشة وخنزرات فيه اما هو مشى طالع البيت ومغوبش ورجعت كتشوف رونق اللي تابعاه بعينيها بحزن وانكسار وغير عاقت باللي عائشة كتشوف فيها وهي تبتسم قالت رونق غيكون غير عيانة خالتي غير خليه يمشي نعس خلينا حتى حنا نعسو قبل ما يفيق عمي محفي نهدات عائشة بحزن وقالت آه بنتي علاش كتدافعي عليه راه هاد الدفاع ديالك عاد ما كيدصره وكيخليه يزيد يعايرك رونق بقات مبتسمة وقالت ماشي مشكل واخا يدير اللي يدير انا عارفة راه حتى هو وقف معايا من اللي مات بابا عائشة قالت ها بنتي راكي غير كتوهمي راسك داكشي اللي دارو راه علاق بالبابا وهي تقول رونق صبحي على خير خالتي نرجع نعس قبل ما تفيق ماما وتخلع علي خلات رونق عائشة هازة لها الهم ورجعات لبيتها وهي باقة متشبتة بأن سفيان بالفعل كيهتم بها خصوصا من اللي تفكر هادي عام من اللي مات باباها وكانت حالتها خايبة وهو اللي اهتم بها هو اللي كان كيديها كي الليستين من اللي كانت ما باغاش تخرج للزنقه وهو اللي كان كيشري ليها ما تاكل باش ما تبقاش بالجوع الصباح فاقت رونق من بعد ما غسلات وبدلات مشات ديريكت الكوزينه فين كاينين ماماها وعائشه لقاتهم كيشقاو وهي تقول صباح الخير عائشه قالت صباح الورده نورت الدار وهي تقول زينب تعطلتي اليوم ياك ما ضرك شي حاجه قالت رونق لا ما ضرني والو اراو آه كاين شي حاجه فاش نعاونكم عائشة قالت عرفناك حادكة ولكن بغيناك غير تمشي تفيقي سفيان راه باقي المسخوط ناعس رونق قالت أنا غدا نمشي نفيق رونق بالفرحات عليها وقتاش تمشي تفيق دخلت البيت بشوية وبال ليها مجبد فوق السارية وباقي بحويجو البارح بقات كتقرب حتى وقفات مقابلة مع وجهه وبقات كتشوف فيه ومركزة على حجبانو اللي مقرونين بحال مخدر في ملامحه احتقف قفزها من اللي حل عينيه على غفلة وبالخلعة رجعات له وهو يقول ايش دخلك البيتي يا المرض قالت جيت غير نفيقك باش تفطر ناض جرها من كتفها ورماها برا البيت وقال كان لك ما تبقايش تقربي ليا البشر واش ما كتفهنيش راني ما كان بغيش نشوف مرت كلوية وسد عليها الباب وخلاها كتصبر في راسها ورجعات كتحاول تناسى هاد المعاملة اللي ما كيملش من أنه يعيشها فيها بركو كيفطرو ومن بعد السالة والفطور ورونق ناضت وخرجات كتجري باش تبع سفيان اللي مشاو ما وصلت عليه في الطريق وتمات غدا حداه وهو شافيها بنص عين وقلب الدوره تابعه كدوي قالت سفيان طريق من هنا سفيان طريق من اللي هي ما جاوبهاش وبدل الطريق وسرع بعيد عليها وهي باقة تابعة دخل مع واحد الزنقة فين كتسناه صحبتو المهم رونق بقات تابعة حتى شافت اللي كتقلب عليه كان في وضع مخل للأدم مع صاحبته غير شافتهم وهربات وهو عرفها شافته رونق ما قدراتش تكمل طريقها ورجعت للدار ودموحها غير نازلين شافتها عائشة وبغات تعرف مالها وهي دخلت لبيتها وسدات عليها وبقات كتبكي المنظر ديالو تحفر ليها في عقلها وكالعادة رجع سفيان محطة وما بقاش عند ماماه الجهد باش دار منها وبابا عيا ما يغوت عليه ولكن والو راسو قاصح الصباح فاق قبل ما يفيقو حتى شي واحد دخل الكوزينة حيت عارف راسه معطل وحتى واحد ما غيوجد ليه الفطور غير دخل وهو يلقاها كتوجد في الفطور وكتحط فيه في الصينية وبلا ما تقولها هالي عرفها كتوجد فيه ليه داز أخدها لها الصينية من إيديها وخنزف فيها وقال المرة الجاية ما توجديه شنتي حضرات راسها وعينيها باقين منشفوش من التوا وزاد البيت دازت عدة سنوات وهي كل مرة عندها أمل أن سفيان غادي يبغيها ولكن كل مرة كيحطم ليها أحلامها وما فقداتش الأمل بقات على نفس الموال حتى لواحد النهار كانت جالسة في بيتها وجاها العطش ونادت خرجات من بيتها غير بغات تنزل من الدروج وهو يوقفها صوت لداخل ديال غرفة سفيان صوت بابا سفيان كان كيدوي معاه في الأول ماهتمتش حيث أصلا الهضرة ما تفهماتش ليها ولكن جمداته بلاصتها ملي سمعات اخر جمله ديال بابا سفيان قال محسن شوف سفيان من الاحسن تحسن معاملتك مع رونق حيت فحياج لحال صاحبي انا وياه توعدنا غنتناسبو وما غنجيش على قبل طيشك دابا وما نوفيش بعهد دام السنوات ما كانتش قادره تبقى واقفه حيت عرفات بلي رجليها غيخونوها من الفرحه وغدخل عليهم وسط البيت ومشات كتجري رجعات لبيتها وعاد ما زاد قلبها كيضرب وحناكها مزندين وكتفكر واش ممكن هاد الشي غادي يوقع واش ممكن شي نهار يولي سفيان ديالها في الاول سهرات من الحزن ودابا بولت كتسهر من الفرحه ولكن للاسف كان خاصها تبقى حدا الباب باش تكمل الهضره حيت غير مشات وهو يجاوبو سفيان قال الا إيه باغي تحافظ على وعدك مع الحاج تزوج بها متانيت اما انا ما غاديش ليا في حياتي وما غاديش نتزوج بوحدها هكاك دايا جاع كحله وما كتفرقش بينها وبين بين الفاخر نهار العيد خلى بابا ما صايم ما يقول وخرج للجردة ومصر على اما بابا بعد ما زاد هم وكذا كي يدير لهاد المسخوط اللي عنده هو السبب كان كيحساب ليه الا قرب سفيان من رونق في الفتره اللي مات فيها باباها غادي يقدر ينفذ وعدو الصح ولكن اللي جرى هي أن رونق تقربات من سفيان وسفيان غير ما زاد كرهها وحقد على بابا اللي وحلها فيه فاقت رونق مع السبعة ديال الصباح ونازلة كتوجد الفطور وكتزوق وراشقة ليها كيحساب ليها راسها ضمنات سفيان لها دخلت زينب وعائشة ولقاوها في الكوزينة والضحكة من ما مفارقهاش وهي تقول عائشة شتا غادا اليوم أو لا اختي زينب وهي تقول زينب ايش طاري اليوم البارح تعطلتي في النعاس واليوم فايقه بكري قالت رونق غير فقت وبغيت نوجد لكم الفطور ما دا ولكن فرحاتهم ضحكت رونق ودوزوا النهار غير في الضحك اما سفيان فمن اللي فاق وهو خارج مرجعش للدار سفيان ولا كيلقى ان المهرب ديالو بالاهتمام الزايد ديال رونق هو الزنقه ولات رونق متشبته بفكره ان سفيان غير ما كيبغيش يبين ليها باللي مهتم بها والايام كدوز قبل ما تصنشى شي واحد ناضت الصباح كتكسر والضحكه على وجهها قالت خليني دابا نمشي نوجد الفطور لحبيبي سفيان لبسات بالخف وخرجات كتجري الكوزينه فين كاينه عائشه وزينه كيف ما ديما كيوجدو كيجمعو واخا يدوزو السنين صداقه هاد الجوجات ما كتساليش دخلات معاهم حتى هي في الموضوع هاد رونق شحال قدرات انها تخلي عائشه تموت عليها يمكن حيت عائشه رزقها الله غير بولد داكشي علاش شافت بنتها في رونق ما بقاوش كيدخلوا في ايش كدير رونق حيت ما كانتش عندهم الجراه انهم يحطمو لي الضحكه اللي كتفرحهم ولكن ما توقعوش انها غدا تعرف واحد النهار ان سفيان ما كيحملهاش وجدات الصينيه ديال الفطور وخرجاتها باش تطلعها لسفيان حيت كيف العاده دار مع بابا وغيدير فيها غضبان وما يجيش يفطر دقات الباب وما حلش عليها وهي تحل بوحدها ودخلت بعجاجتها قالت نوضة سفيان بارك عليك من الناس يلا هرات سعود هادي واللف هاد الحالة اللي كتدخل ديرها ليه وعيا ما يعيرها ولكن كل مرة كتقول لي عارفاك ما قصدتش ناد الحمام وزدح الباب وخلاها كتشمش مع ذاك الفطور بقات كتسناه حتى خرج وبدا كيعاير تحت انفاسه حيت بالفعل عقداتو في حياته مشى جبد حوايجو ورجع للحمام ولبسهم وخرج منخلها وما معبرهاش وزاد ديري كتبر وحتى هي كيف ما العاده دارت ليه السبه وبرات ليه هاد الخرجه قرب عيد ميلادها يوصل وكانت كتوقع وكتسنى باللي غادي يعلنوا فيه خطوبتها مع سفيان ولكن ما كانتش عارفه باللي في هذاك النهار غدت تقلب حياتها كامله رونق ما تبرك نهار عيد ميلادها باغا طير كدور وتمشي عند محسن كتسنى فيه يعيط ليها باش يقولها ليها ساعه وان بدات الحفله اللي داروا ليها عائشه ومحسن ولبسات البيسه اللي شراو ليها باركه وضحكه وكتقلب بعينيها على سفيان اللي ما كاينش حفل عيات ما ومشات طلعات لبيتو باش تقلب عليه ولكن غير وصلات لبيتو وهي توقف كتصنت لهضرتو مع محسن قال سفيان راه شحال هذا من لي قلتي لي هذا التخربيق أعطيتك جوابي بنت صاحبك عزيزه عليك تزوج بها انت اما انا ما غاديش ندمر حياتي ونكملها مع وحدها كده كدايره لا لمجي بكري خلاه سفيان وخرج ومع هي كانت واقفه قدام الباب وقف فيها وخنزر وزعل ما قدروش رجليها يبقاو هازينها وطلات وكيبان ليها عمها محسن نهار مسكين وقطع عليها في قلبها ما بغاتش تزيد تكمل عليه خاصة أنها عارفة شحال عزيزة عليه مشات لبيتها فين بكات حتى بعد عاد غسلات وجهها وخرجات كتصطنع الابتسامة باش ما تبينش ليهم وحتى محسن اجبر نفسه أنه يبتسم وكيحسب ليه انه دار خير من اللي معلمش رونق ولكن اطرى اللي طرا داز عليها النهار صعيب ومن حسن حظها انها كتعرف تحكم في مشاعرها وتقدر تخبي اللي في قلبها قدرات انها تفاجع على وما تبينش ليه باللي ما عجبهاش الحال بداو كيعطيوها الكادويات وهي تقرر قرار اللي يهزهم كاملين وهو يقول لها محسن طلبي يا بنتي اليوم اللي بغيتي عيد ميلادك غنجيب ليك اللي حب خاطرك قالت رونق اللي بغيت اللي بغيت وهي تقول عائشة إيه بنتي اللي بغيتي رونق قالت بغيت نستقل بذاتي بغيت نخرج من الدار ونبعد باش نعتمد على راسي بغيت نبني راسي من الصف وهي تقول زين اه أنتي معانا بنتي وكتعتمدي على راسك رونق قالت لا انا بغيت نخرج من الدار ونسافر وهو يقول محسن ايش كتقول يا بنتي فين باغا تمشي علينا رونق قالت لا عمي غير رأ. وهي تقول عائشه لا بنتي ما عندك فين تمشي قالت رونق الا كنت عزيزه عليكم غادي تخليوني على راحتي وهي تقول زينب وين بنتي فين غادي تخليني وانتي عارفه راسك هو اللي كانت نفسه رونق شدات الماماها في ايدها وقالت راه معاك خالتي وعدني هادشي اللي بغيتو راه على قبل راسي وانتي عارفاني مع عزيزش عليا نكون عالة على شي واحد زينب قالت لا بنتي رجلي على رجلك فين ما مشيتي انا معك قالت رونق ماما فات زينب قالت ما غتخرجي من هاد الدار حتى نكون معاك او لا غدا نبقاو هنا بجوج وإلا خرجتي بوحدك انا غدا ندير فراسي شي حاجه ما دموع زينب قطع لرونق قلبها وهات عائشة اللي كانت كتحارب الدموع ومحسن اللي بان عليه الحزن ولكن فكر أنه من الأحسن تبعد من سفيان وما قدراتش رونق تخسر لماماها وبدات استعداداتها باش تسافر وحتى واحد ما عارفها فين غدا تمشي حيت ما بغات حد يوصل ليها فاقت مع الفجر وفيقات ماماها وكان كل شي باقي نعس سفيان من اللي سمع الخبر بغى يطير بالفرحة حيت ملي ما كيحملهاش غدا تخرج من الدار شي حاجة اللي كتستحق حفلة بالنسبة ليه كتبات رونق رسالة وداع المحسن وعائشة وودعات جميع ذكرياتها مع هذا الدار وودعات معهم حتى شخصيتها القديمة حيت غير ركبات في التران واختفات رونق القديمة وجات رونق جديدة من بعد ساعات ديال الطريق وصلات رونق العاصمه الاقتصاديه الضاربه هاد المدينه اللي غتسلم منها براءتها وطيبوبتها وادابها واخلاقها ومبادئها وكل ما كانت كتحملو من صفات زوينين غير هبطوا من التران داخو من حجم هاد المدينه والناس اللي غادة جايه كان الصباح بدا كيطلع والناس بداو كيمشيو لخدمتهم وقفات رونق وماماها كيدوروا عينيهم حيت ما كانوش متوقعين هاد الفخامة ديال هاد المدينة قالت الأم رونق يلا في دينا بتفلسيف ديالك فين غنزيدو دابا وهي تقول غناخدو تاكسي لعند شي صمصة وغنشوفو شي بيت نسكنو فيه على ما تحسن أوضاعنا قالت لي هما كنا هانين في دار قد القصر غتردينا في بيت وهي تقول بعصبية ماما إلا بغيتي ترجعي رجعي ما حد نقرا من المحطه نقطع ليك انا ما قلتش ليك تبعيني ياك بغيت نمشي لراسي انتي اللي لصقتي فيا ماما اندهشات من اللي سمعتني حيت اول مره غرفع صوتي عليها قلت يلا زيدي ولا غنباتو هنا مشينا شدينا تاكسي ودانا لعند واحد السمسار لقينا واحد الدار فيها جوج بيوت وكوزينه وحمام بثمن مناسب حطينا حوايجنا وقادينا الدنيا ودوزنا داك النهار غير في التخمام جا الليل وكليت وطحت وفي الصباح فقط وانا كل امال غادي نلقى نصرف بها على راسي وعلى ميمتي دوزت ثلاث ايام في التقلاب ونهار الرابع فقط ولبست وبديت مسيرتي في البحث ما خليت فين قلبت فقدت الأمل وعييت ما كيبان ليا غير البحر ومشيت ليه وبقيت جالسه حداه وكنبكي كنبكي على زهري وعلى الولد اللي بغيتو تسنيتو عمري كامل وهو كيكرهني وعلى با اللي مات وخلاني صغيره المهم بقيت كنبكي حتى وقف عليا واحد الراجل كبير في العمر ولكن هيئتو كتبان شيك شاف فيا بواحد النظره بحال اللي كيقول لي يا مالكي بقيت كنشوف فيه وبدون سابق انتار طرت عن نقطه وبديت كنبكي حتى خويت قلبي وعاد حسيت على راسي رجعت باللور وبزحت دموعي قلت له سمح لي يا سيدي راه اكتر عليا الهم وما حسيت وهو يقول حتى واحدة بنتي مهاني اللي ما عنده القليل عنده الكثير قلت ولكن أنا همي فات الجبال وهو يقول حكي لي يا بنتي همك يمكن نقدر نعاونك أنا راه شفتك مان بعيد وفكرتيني في بنتي كانت كتبغي تجلس هنا ملي كتكون معصبة وقفت وقلت له سبحان الله على صدفة الله يخليها ليك وهو يقول الله يرحمها بنتي تغتصبات وتقتلات قدام عيني أنا وأمها وخوها كيفاش؟ وعلاش دارو هكا؟ وهو يقول ما المهم خلينا منهم وعاودي لي قصتك نهدت وقلت انا قصتي قصه وبديت كنعاود ليه على كل شيء وهو يقول صراحة كنهنئك على شجاعتك حيت قدرتي تبعدي على هداك خيمة حيت ما يستهلكش ولا كان على الخدمة أنا عندي ليك خدمة قلت أش من خدمة عندك ليا قال يلا هي معايا نط مشيت معاه بلا قوة الأسئلة بقينا غادي حتى وصلنا لواحد الريستو كان رزقه واعر كي دخلنا لداخل وكانت اروع من الخارج زدنا وصلنا لواحد المطبخ كبير فيه كل شي بالطابليات بويض وهو يعيط داك الراجل على شي واحد قال سامي اجي لهنا جا واحد البوغوس وهو يقول نعم الوليد قال له شوف ولدي هاد البنت بغيتك تقلب ليها على شي بوست سامي شاف وقال اختي عندك شي مؤهلات قلت لا وهو يقول الواليد واش حماقيتي لا واش جايب ليا وحده ما عندها لا خبره لا مؤهلات لا زين تخدم عندي هنا هادي راه افخم ريستو في البلاد قال له راه عارف ولكن راه قلت ليك خدمها هي خدمها كلمه وحده وما غاديش نعاودها سامي قال شوف غنخدمها تغسل الماعن ما كاينش خدمه من غيرها يلا السيد بغى يهضر وانا نقول انا قابله لا لا يخطيك اخويا وهو يقول ثاني خوك ها جدك انا من اليوم تعيطي لي السيسام وقادي حالتك شويه ولبسي بحال البنات قلت له ما يكون غير خاطرك استسامه قال لي يا هذاك السيد اهال خدمه لقيتيها ايوات تهلاي فراسك قلت لي ربي هالله ولهلا خطيت وشكرا بزاف وقال سامي سامي امتى تبدا الخدمه سامي قال له ابتداء من غدا ان شاء الله من تسعود ديال الصباح حتى تسعود ديال الليل قلت اوكي ان شاء الله خرجت وانا فرحانه واخيرا لقيت خدمه باش نهز راسي ونهز ميمتي وخا كييت سفيان مازال في قلبي ولكن شنو غدا ندير ما بقيتش قدام صبر للدل كتر من هكا وصلت للدار وعودت لماما كلشي فرحات لي مسكينة وتعشينا ونعسنا بديت خدمتي ووليت معروفة في ذاك الريستو كل شي عليه صاحبت مع واحد البنت سرباية تما وولات كتعلمني نلبس ونتمشى ونتقاد وخا امرها كيجيني غريب شوية هي غير سرباية وعندها الطموبيل واعرة وكتشري الحوايج غير الواعرين ولكن هي ضريفة بزاف هلا فيا مسكينة بقيت على هذاك الحال مدة ماما وخالتي مرة مرة كيهضروا مع بعضياتهم أما أنا عمري رجعت جبت سيرت أبقيت بقيت هكاك عايشة وهزة راسي وميت وعايشة ومدوزها باش ما كتب الله حتى غتبدا تقلب حياتي رأسا على عقل ملي غدت مرض ماما وغتولي غير كتضعاف وكتصفار والطبيب ديال المخزن كيقول ليها ما عندك والو خاصها سكانيرات ودوايات كانت قطعهم شريع علاش قديت وهي مسكينة وخا كتوجع كتبي ما كتبين لياش باش ما نتعدلش احتل واحد النهار وانا راجعة من الخدمة حليت الباب وانا لقاها مليوحة على الارض مشيت كنفيق فيها بقيت كنفيق فيها ولكن وام هزيتها فوق كتافي وحبست تاكسي جيت ندخل وهو يوقفني قال اختي فين غادة بالسيدة قلت خويا هادي ماما راها كتموت بغيت نديها للطبيب وهو يقول سمحي لي يا اختي راه ما نقدرش نهزها السيدة مغيبة تمشيت لسقي لي شي مونتي قلت الله يرحم ليك الوالدين لمعاوني نوصلها للطبيب وهو يقول كلمة ما راه قلتها لي ما نقدرش هي ما نقدرش هزيت ماما وحطيتها على واحد التريدوار وبديت كنبكي وما نكذبش عليكم حقدت على العالم على اي واحد في الدنيا وما كرهتش ندمر هاد العالم اللي تخلى عليا وبقيت هكذا وهو يبان واحد ولد الحومة عنده موتور تريبورتور مشيت ورغبته وهزها معايا ودينا للسبيطار دخلناها وهو كاع ما مسوقين داروا ليها السيروم على اقل من محلهم وبقاو كيتسناو في الطبيب داش حال ديال الوقت وهو يجي الطبيب دخلها وبدا كيفحص فيها شويه وهو يخرج عندي وانا غير شفتو نقصت عليه قلت دكتور مال ماما اش عندها وهو يقول ماما كان عندها عرق مبوشي في راسها وبما انها ما داواتوش وما سارعتش في العلاج فطرطق ليها وتسبب ليها في نزيف داخلي ودابا خاصها عمليه ب 12 مليون من هنا الخمسة ديال الصوايع الى طاولات ولا غتفقديها قلت كيفاش 12 مليون منين غنجيبها ليها وهو يقول راه هاد العمليه كدير ربعين مليون قلت كيفاش 12 مليون منين غنجيبها ليها واش ما كاينش حل اخر وهو يقول لا للاسف خرجت كنبكي ونضرب في راسي منين غنجيب 12 مليون وخا نخدم عمري كله ما نجمعهاش وقلت غدا نمشي عند مول شي فيني مشيت كنجري للريستو في الخدام قلت سي سامي الله يخليك بغيت نهدر معاك وهو يقول خير يا كلاباس قلت انا را ما ليها عرق فراسها راسها خاصها عمليه قال وانا مالي انا اللي طرطقتو ليها قلت له لا بغيتك تسلفني 12 مليون وندير لك اللي بغيتي راه ما غدا تموت قال واش حماقيتي واش عارفه شنا هي 12 مليون يمكن تسطيتي حنيت له على رجله بغيت نبوسها وقلت له ها العار ندير لك اللي بغيتي وهو يقول اللي بغيت اللي بغيت قلت ايه اللي بغيتي وهو يقول لي اوكي تبعيني تبعتو المكتب ديالو ودخلو قلت قال رونق غادي نجيك من الاخر بغيتك تخدمي معايا شفت ذكاءك وتصرفاتك بغيتك تخدمي معايا انتي بنت ذكيه وتصرفاتك مبدله على باقي البنات اللي كيفر فروط هايشي ومتعورين انتي مرضنا وكتعرفي شنو كديري انا كتعجبني عقليتك داكشي علاش بغيتك تخدمي معايا قلت له وانا خدامه خد معاك قال لا ماشي في في حاجة أخرى قلت شنو هي هاد الحاجة وهو يقول في المافيا قلت شنا هي المافيا وهو يقول أنا خدام خد على المافيا وأنا أصلا كنت باغي نعرض عليك هاد الموضوع من شحال هادي وكنت كنت سنة غير الفرصة وها هي جات حتى بين إيدي قلت له لا ما نقدرش أنا عمري قتلت حتى دجاجة قال واترو عليك الافلام غنجيك نيشة وبلاد زواق هدرة ماشي المافيا ديال القتيله وداكشي حنا كنزورو الوراق وكنديرو النصب وغسل الاموال وتجاره الاسلحه ما لقيت حتى شي حل وانا نقول واش الا خدمت معاك غدا تعالج ماما وهو يقول غدا تعالج وفي اي دوله بغيتي وغنعطيك دار واعره من فوق قلت موافقه غير عتق ماما عافاك قال اوكي ولكن راك ديري اي حركه نقتل ماما وسفيان وماما وبابا صدمت وقلت له ومنين كتعرف سفيان وهو يقول واش غنخدم معايا وحده وما عارفش عليها والو انا راه عارف عليك شي حاجات ما عارفاهمش نتي على راسك قلت له وكيفاش درتي حتى عرفتي وهو يقول المهم دابا هو ماماك اما الباقي من بعد تعرفيه اه وباش ما ننساش غير تفيق ماماك غدا تبداي معانا قلت اوكي نط وخرجت من المكتب يعني وانا عندي هدف واحد هو حياة ماما تبعني وركبنا في طموبيلتو ومشينا لواحد الكلينيك قلت را ماشي هنا ماما قال لا راه هنا قلت والله ما هنا وهو يقول اوف راه هنا انا عطيت اوامر باش يجيبوها لهنا وراه بداو في العمليه قلتلو بالصح وهو يقول اه بالصح دخلنا لداخل اش غدا نقول لكم هاد الدنيا قولي لي شحال عندك نقول لك شحال كتسوى اش منك يا تعامل واش منك يا احترام حتى العصير هو الاخر جابوه لينا بقينا جالسين شحال وهو يخرج الطبيب قلت اندرا دكتور اندرا دكتور وهو يقول الدكتور الحمد لله المريضة فاتت مرحلة الخطر والعملية كانت ناجحة حيث قدرنا ننقدوها في الوقت المناسب وها دابا فيك شكرت الطبيب ودات عند سامي شكره وانا اللي قدموها هابطين من عينيه قرب عندي وعنقني بالجهد وقال الحمد لله حيث ما ماتتش قلت الحمد لله انا فهمتو علاش دار هكا اكيد تفكر اختو اللي ماتت بقيت كنتسنى شحال من ساعه احتاج الطبيب عندنا وهو يقول مادموزيل رونق بامكانك تدخلي وتشوفي ماماك راها فاقت فرحت حيت ماما فاقت ولكن رجعت كرات في ودني كلمه غتبداي المهمه مورا ما تفيق ماماك درت ابتسامه وحنيت راسي وتبعت الطبيب حتى وصلني للغرفه قلت له شحال غدا تبقى هنا وهو يقول تقريبا شي اسبوع شكرته وحليت الباب ودخلت عند ماما لقيتها مسكينه كلها سلوكه ودايرين بها ديك التلفازات وانا نقول ياكي يا الغداره الخاينه ابتسمت ماما وقالت ابتسمت ماما وانا نقول هذه هي العشره ياكي باغا تموتي وتسمحي فيا والله لا كانت ليك عودات ابتسمات وقالت والحمقى قلت ليها اجي كيف بقيتي بعدا شويه وهي تقول الحمد لله وشدتلي في ايدي وقالت بنتي منين جبتي الفلوس باش درتي لي العمليه وانا نقول عقلتي يا ماما على الراجل اللي خدمني قالت اه ماله قلت ايوا لا من اللي طحتي مشيت عندو كنبكي وعاودت تلو على حالتك وهو اللي جابك هنا وتكفل بعلاجك قالت مسكين الله يكتر خيره قلت امين يا رب. بقينا كنهضرو احتت تحل الباب وعليت راسي لقيت سامي وانا نقول سامي دخل ودرت عند ماما وقلت ماما هذا سامي ولد السيد اللي خدمني ولي دار لك العمليه قال سامي خالتي لبس عليك قالت ماما الحمد لله ولدي الله يكثر خيركم ويخلي ليك باباك قال سامي امينه خالتي وقال لي هاكي شدي هاد الشيء كان جايب شي فواكه وشي تخربيق وهي تقول له ماما علاش عذبتي راسك ولدي قال سامي ما كاين لا عذاب وفي هاد اللحظه دخل الطبيب وقال سيادنا موعد الزياره سالا والمريضه راه خاصها ترتاح قلت واخا ماما يلا غدا نخليك من بعد غدا نرجع قالت ماما الله يرضى عليك بنتي خرجت انا وسامي وغير وصلنا الباب بيطار. وهو يدور لعندي وقال رونق ماماك فاقت وانا وفيت بكلمتي ودابا جا دورك قلت له انا موافقه امتى نبدا وهو يقول هاد الليله خاصك تجيبي لي واحد الساروت قلت له منين قال يالله هي معايا وغدا نشرح ليك بقينا غادين حتى وصلنا لواحد الغابه وهو يحبس قال لي يا نزلي قلت له فين غدا ننزل وهو يقول هذا هو المقر ديالنا قلت له في هاد الاخلاق. وهو يقول لا راه كنت غادي نديرو حدا الكوميسارية ولكن ما لقيتش البلان عوجت فمي هبط وزدنا شوية وهو يمشي لحدا واحد الحجرة وكحزها وحيد الأعشاب ولقى بوابة وحلها بقيت غير كنشوف وانا نقول واش غنهبطو هنا قال لا حبي غير غنتصور تحركي ونقصي من الهضره اهبط وتبعته انا وهو شي حد يسد البوابه قلت له شكون سدها قال لي يا العساس غير وصلنا الارض وانا نتفاجئ من جمال المكان وتفاجات اكثر من الشخص اللي لقيت تما قلت انتي هنا اش كديري هنا سامي قال هي راها عضوه معانا من شحال هادي قلت كيفاش معاكو؟ قالت فردوس آه أنا خدامة معاهم في الريستو هنا. سامي قال وراه أنا اللي قلت ليها تصح معاك باش تعرف واش انتي صالحة لينا ولا لا ومن اللي اختبراتك لقاتك وخانية ولكن راكي ماضية وذكية وهذا هو المطلوب قلت واش باقى شي صدمة أخرى ولا صافي ساليتو؟ سامي قال خلي المستقبل هو اللي يدور قلت ودابا شنو المطلوب مني؟ قال لي ياسام بما أنه هادي أول عملية ليك فانتي غدا تاخدي مهمة سهلة وجبد واحد بس وقال هذا أكبر عدو لينا وعنده ملف يقدر يغرقنا وهذا الملف موجود عنده في واحد الخزنة اللي كاينة في غرفة القصر دياله قلت له بغيتيني نجيب الملف؟ قال لا هادي المهمة ديال واحد السيدة خدامة في القصر انتي المهمة ديالك هي تجيبي لينا هاد الساروت ديال الخزنة قلت له وفين غدا نلقاه قال هو ديما كيديرو في عنقه انتي اللي عليك هو تغريه وتطلعيه للبيت وخدريه وخدي الساروت وغيجي عندك واحد الولد وغدا تعطيه ليه وغدو الساعة وغدا يرجعوليك ليك وغتمشي في حالك قبل ما يفيق هو وراه ما غاديش يعقل عليك قلت له وهادي عملية سهلة أي وحدة غدا تقدر تديرها علاش أنا بدات قال حيت انتي عمرك ما مشيتي لا البار ولا الغير يعني ما معروفاش فهمتي هو أعز ما عنده هو الشراب والعيالات اللي باقين بنات جداد قلت وإلى ما نجحتش قال لي إلى ما نجحتيش كيف ما نقدت ماماك من الموت غادي نقتلها ونقتلك ولكن إذا نجحتي غادي نرجع الدار اللي شريت ليك في سميتك وبالإضافة لعشرين مليون وهادي غادا تكون أول عملية وهادي غادا تكون أول عملية ليك وغادا تولي مليونيرة إلا بقيتي معها غير هي نبغيك تكوني راجل معايا قلت كون هانية السيسان فوقاش غدا نبدا قال الليلة ولكن قبل غدا تمشي مع فردوس وتقعدك وتجهزك للليل قلت له اوكي ومشيت انا وفردوس لوحد البيت ولا قيصاريه ولا منعرف نعرف بقات كتقلب وتجبد وتقيس ليا هادي لا هادي اه حتى لقات اللي تجي معايا صبغات ليا شعري ودارت لي تسريحه زوينه ومع الماكياج جيت صراحه كنحمق كملت وخرجت عند سالم وهو يقول واو جيتي واعرة والله ما عرفتك قلت له ولكن كي كيفاش غنطلع في هداك الدروج بهذا الطالب قال سامي راه كاين بزاف ديال المخارج قبل ما تشوشي راسك قلت واخا يلا نمشي قال يلا وصلت لواحد البار واقفين فيه جوج ديال لي قداش والناس غير داخله هبطت بخطوات تقال واخا كنت متوتره من اللي دخلت كان عالم تاني كانت الدنيا عامرة وكلها دوار وكل شي كيشطح عمري ما شفت هاد المنظر بقيت كنقلب عيني حتى بال لي الغول جالس في بار ودايرين به البنات مشيت وجلست انفاس معاه وطلبت كاس وبقيت كنفكر كيفاش غدا ندير حتى نستفرد بيه ونخليه يتابع ليا بقيت كنفكر وهي طيح بالي واحد الفكره مشيت للحمام وعيطت على ولد الحومه اللي كان عاوني داك النهار باش هزيت ماما للطبيب قلت له قالو توفيق وهو يقول آلو اختي رونق لاباس قلت له الحمد لله سمع عندي ليك خدمه وغدا نعطيك عليها ألفين درهم قال ايوا أشمن خدمه هادي قلت له اجي لهذا العنوان وغدا نشرح ليك ولبس احسن ما عندك وقاد دراسك مزيان قال لي يا توفيق دقيقه ونكون معاك صيفطت له العنوان في ميساج وشوية حتى كان عندي في منتهى الشياكة سالم نونا نقول ايش هاد الزين كله قال ماشي قدك راه ما عرفتكش ولكن اش لهذا لهاد البلايز قلت له سمعني. البنت اللي خدامة عندها كانت مصاحبة مع هذاك الراجل رافنه وهي غلطات معاه وهو صورها وكيهددها بالفيديو وانا بغيت نضحك عليه وناخده قال ولا عاقبيك قلت له كون هاني راني عارفه شنو كندير قال وانا شنو المطلوب مني قلت شوف انت غادي دير راسك صاحبي وغادي نعصبك وتضربني وملي نبداو نتغاوتو غادي تدفعني عليه وتغوت عليا قدام وغير تشوفه كيدافع عليا سير في حالك وغدا لا الصباح غدا تكون فلوسك عندك قال قال صافي غير هادشي قلت له ولكن اسمع انا سميتي ساميه اوكي قال اوكي مشينا انا وياه وبقينا جالسين قبل داك الدو واحد شويه بدا توفيق يغوت عليا شويه بدا كيدفعني قال شوفي راه والله لا بيك بديت كنبكي وقلت حرام عليك انا كنبغيك قال ما شغليش في هاد انا ما شغليش ما قلت ليكش بغيك. وسمعي مزيان انا عمري ما بغيتك درت راسي تعصبت وخويت عليه الكاس اللي كان في ايدي وقلت له ياك شمات ياك هو يقول انا ما ضربتكش على إيدك ودفعني حتى جيت فوق الطابله ديال هذاك الدب اللي طول هاد المده كان حاضر غير طحت وجا شدني وتوفيق كان جاي يضربني وجاه هو وقف ودارني موراه قال توفيق بعد عليها نوريها شماتك كي داير وبديت بكي وقلت شفتي حقر عليا حيت ما عندي حد قال له هذاك الدب اتقرب ليها نقطع ليك يدك ماشي سوقك انت وانتي اجي لهنا قلت خليني نمشي عنده حيت لما ما مشيتش غادي يضربني قال ما تخافيش وعيط على ليغارد ديالو وقال هزوا هذا من قدامي داوه الجارد وخرجوه قلت ليه شكرا قال اجي جلسي ترتاحي انا عارض عليك ودار عند هادوك اللي كانوا معاه وقال تحركوا ما من قدامي جلسنا وجاب ليه الشراب وانا اكتفيت بحاسه وهو يقول واش ما كيعجبكش المشروب قلت لا كنشرب ولكن كان في جو هادئ باش نحس قال تبغي تجي معايا وهو يقول حتى انا كان في جو هادئ الا بغيتي نمشيو نكملو في قلت له شرف ليا ولكن نمشيو لواحد انا مولفه كنمشي قال يلا هلا لا ما يكون غير خاطرك خرجنا من البار واتجهنا للطوموبيل اللي كانت اكثر من فخمه وما هي الا دقائق حتى كنا فلوطي طلعنا للجناح وطلب شي تخربيق ومعه بزاف تاع غير شفت ديك الكميه اسكرت بلا ما نشربها وبديت كنقول في خاطري وانا نقول جبتي غالي مارك و وهو يقول وعلاه انت رخيصه ابتسم خوالي جوج كيسان وهو يقول هاكي شربي تفكرت واحد اللقطه في واحد الفيلم وانا نقول لا نشربو بلا تلج قال اه تبغيه بالتلج سنة غندير ليك على التلج غير ضار باش يدير التلج وانا اغتنمت الفرصة ولحدك الكينة في كاسو يلا غدا نحط الكاس وهو يدور القى كاسو في ايدي وهو يدور اش كديري بكاسي قلت مع راسي ناري ميمتي شنو غدا نقول له تاسمت وقلت والو غير كنشوف كيفاش وطيل فخم بحال هكا وشايفين طالبين ويسكي غالي وعاطينا كيسان ديال ثلاثين درهم اضحكوا قال عادي راه المهم هو اللي في الكاس قلت لا معاديش عاديش راه العين كتشهى قبل ما نذوقو راهم خاصهم يجيبوا لينا كيسان زوينين وهو يقول اوكي المره الجايه غادي نطلب ارقى كيسان في العالم مد لي الكاس وقال بصحتك قلت وحتى انت بصحتك اضطريت نشرب ديك العجب اللي ما داير بحال الكول اضطريت نشرب داك العجب ولكن راه غير كاس وقلت مع راسي راه غير كاس ما عنده ما يدير ليا اما هو شرب ذاك الكاس وقلت دابا خاصني الله ونوهمو انني نعس معاه قال او شفتك هبطتي عليه مره واحده راكي كطاحي المشروب قلت له راه كنشربو ليل ونهار وهو يقول حتى انا من عشاق المشروب وانا نقول وانا من عشاق المشروب واللي كيشربوه